المصحفِ حصن لنفس قد رأت فيه الحياة، وشفاء ودواء للذي ذاق هداه. وحي ربي قد تعالى، شرعه بلغ الكمال، وأقر الحب دينا وارتقى فينا جلالا. تصفو حياتي وله الروح تلبي، وله الروح تلبي. نصيحة لنفسي أول ما تلبي شيء، الإخلاص 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 الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من المخلصين. أمين. لا شك أنكم سمعتم أنكم أئمة، سمعنا مرارا وتكرارا مجموعة من الأحاديث. لا شك أن كل واحد منكم يحفظ الحديث يعني بسنده حديث أولئك الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. إذا طرحنا السؤال على أنفسنا، أول ناس إلى جهنم، أول الداخلين إلى جهنم ثلاثة. قبل ما نعرف الحديث غادي نطرحوا سؤال، يمكن غادي نقولوا العاقل والديه، ربما غادي نقولوا قاطع الرحم، ربما غادي نقولوا نقولوا أشياء كثيرة ربما قد تخطروا بالبال. يعني هاد الناس اللي غادي يدخلوا جهنم أول الناس، يعني ما هي الذنوب التي ارتكبوها؟ ما هي المعاصي التي اقترفوا؟ يعني لا شك أن معاصي خطيرة جدا. غادي نقولوا يعني هاد الناس هدموا يمكن المساجد، هاد الناس هدموا الكعبة. لكن أيها الإخوان، وهذا الحديث أوجهه لنفسي وأحبتي في الله عز وجل، لما غادي نشوفوا هاد الناس اللي غادي يدخلوا جهنم أول الداخلين إلى جهنم، ناس قاموا بأعمال ربما قد نعجز عنها نحن ولا نستطيع أن نقوم بأعمال جليلة وأعمال كبيرة وكبيرة جدا. ما هي هذه الأعمال؟ حفظ كتاب الله تعالى، ترتيل كتاب الله عز وجل بالليل وبالنهار، حامل كتاب الله ويدخل أول داخلين إلى جهنم. ثاني عارفين مات في المعركة في ساعة دفاع عن الإسلام، والثالث أعطى فلوسه كلها من أجل هذا الدين. ولكن فين كان الخلل؟ فين كان الخلل؟ فين كان الظاهر؟ الكل يشهد لهم انهم ناس قاموا باعمال كبيره وكبيره جدا. ايوه اخوان، انا بغيت نقول لنفسي يعني كل حركه وسكنه رهبوا فيها الله عز وجل، ما الذي اريده من وراء هذا العمل؟ وش ابغيت اصلا؟ هذا الناس فين كان العلم؟ قلوبهم لم تكن مع الله، قلوبهم كانت مع الناس، بغت الشهرة، بغت المال، بغت الثناء. يا أخي، هذا اللي كان يدفع الدين يشي يوقف بين يدي الله يقول ربي كذبت. شنو هو الكذب؟ يعني الظاهر شيء والباطن شيء. الباطن الناس الكل كيشهد، هذا رجل شهادة كبير جدا، هذا الأعمال راه ما سهلاش، ولكن غادي يمشيو لجهنم. علاش؟ لأنهم لم يكونوا صادقين مع الله تعالى. فاحنا بغينا أي حاجة نقوموا بها في حياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه النقطة. النقطة الثانية، ونحن بين يدي رمضان. رمضان واحد الشهر لا شك أنكم سمعتم فيه الخطب العديدة والمتعددة.
رمضان يا الاحباب نستقبلوه بالفرح، واش فرحانين برمضان ولا ما فرحانينش؟ لان الله تعالى يقول فيمكن بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من يجمع. كاين بعض الناس اللي كيحس برمضان نهار طويل، علاش؟ كان هذا الرجل ولا هذا الانسان ما حسش بقيمه هذا الضيف، لان رمضان ما تصور رجال رمضان غادي يكون معك في الدنيا ويشفع لك عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، وتصور الضيف غير انا ونجي عندك، ضيف من اكرم الضيوف عند الله عز وجل سيدنا رمضان، نكرموه. كيف نكرموه؟ فرحوا به ونستقبلوه وندخلوا الفرح والسرور في بيوتنا جميعا، كل واحد بما يفرح، كل واحد يترجم هذا الفرح ديال سيدنا رمضان بامر من الامور اللي يرضيها الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي مثلا كان كيفرح برمضان كان كيصوم في شعبان، وحنا خصنا نفرح، كل واحد بينا يطرح سؤال على نفسه. لا شك ان كل واحد منا في رمضان السنه الماضيه لما انتهى رمضان شعر بنوع من التقصير، قال فرات انا في رمضان. لا شك ان كل واحد منا في نهايه رمضان السنه الماضيه قال لو احياني الله الى السنه القادمه لفعلت كذا وكذا، ربما قلتها ولا ما قلتهاش. انا من الناس اللي قالوها السنه الماضيه لما قالوا لي الاخوان رحنا قالنا خمس ايام ست ايام نعيدوا، قلت انا هذه السنه فرطت، ولكن لو احيانا الله عز وجل حتى السنه القادمه غادي نفعلك. انت الان على قيد الحياه واطال الله عز وجل في عمرك، ما الذي ستفعله خلال رمضان هذه السنه؟ واش فكرت في شي برنامج؟ طرحت شي سؤال على نفسك؟ فين؟ شنو بغيت دير؟ واش هي الاهداف اللي بغيت تحققها في هذا رمضان؟ واش شي مره نجلسوا نجيبوا ورقه وقلم؟ ربما قد يكون هذا آخر رمضان هذا نسوان. فيا أحبابي يا إخواني بوصية لنفسي وأحبتي، أول لكل شيء استعدوا هذا الشهر، دعوا الله تعالى يجعلنا ممن صاموا رمضان إيمان واحتساب، دعوا الله تعالى يجعلنا ممن قاموا رمضان إيمان واحتساب، دعوا الله تعالى يجعلنا ممن قاموا ليلة القدر إيمان واحتساب. والسؤال اللي غادي نطرحوه، ما الذي ينبغي أن أفعله حتى أصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ لا شك أن كل واحد فينا يبغي يجيب شي نقطة كبيرة، شي نقطة كبيرة، ولا شك أن كل واحد فينا يبغي يحط رقم قياسي، لا يكون هو من بين الثلاث الأولين، كل المراتب الأولى، وذوك المراتب الأولى اللي بغى المراتب الأولى راه كيتدرب، واش اللي بغى يشارك في الماراثون في آخر غادي يقول له قاعد بحال يمشي يشارك في الماراثون، غادي يجي الله أعلم واش من النقطة اللي غادي يجي. هذا اللي بغى يشارك في هذا الماراثون كيبقى خلال السنة وهو يعد وهو يهيئ نفسه ويستعد. لا شك أنه لما يدخل الماراثون ولا يدخل السباق لا شك أنه غادي يكون من بين المراتب الأولى إن شاء الله. أنا طبعا سؤال على نفسنا، واش بغينا ندير في هذا رمضان إن شاء الله؟ لا شك، شوف واحد الورقة وقول بغيت في رمضان، في رمضان غادي تقول لي ما عنديش، في رمضان انا غادي نشوف شي عائله من العائلات الفقيره في المغرب ونكرمها خلال هذا الشهر، غادي تقول لي ما عنديش، اللي ما نفكش بالقليل ما يفكش بالكثير. حنا عندنا كل شيء موجود، خوتنا ما عندهمش في الحريره، ما عندهمش التمر، ما عندهمش كذا. مشروع سيدنا النبي كيعرض عليك مشروع كبير من اعظم المشاريع، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. مشروع هذا كبير يا اخوان، شكون بين اللي ما بغيش يكون مع قدام سيدنا؟ تصوروا نختم الان، لو شي واحد من يجي سيدي يوسف الان يقول لك كاين شي ارض كتباع قدام القصر تاع الملك، واش نبغيو نشريو ولا ما نبغيوش؟ كاملين نبغيو نشريو. علاش؟ لان عندها مجموعه من المميزات. اولا راه قصر الملك، النبي كيعطيك مشروع كيقول لك اذا كفلت اليتيم غادي تكون قدامي، بمعنى سيد النبي في المكان وانت تطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواني نشوفوا عائلة جوج يتسابقوا 50 أورو اللي يديروا بالنسبة لي أنت لا شيء، خوك اليتيم أختك اللي ما كتاكلش اللحم، ذاك الإنسان اللي كياكل ديك التمر اللي فيها التراب ما كياكلش ديك التمر الزينة وأنت كتاكل ديك التمر الزينة ياك، ولكن شنو ناكلوا ديك التمر اللي فيها التراب؟ عشنا
الطريق كاملين وشفنا خصنا نقدموا مشاريع نتسابقوا فهذا الشهر نتسابقوا. واحد يقول انا بغيت ان شاء الله نساعد عائله، واحد يقول جوج، واحد يقول ثلاثه، واحد يقول اربعه. الانفاق في رمضان ماشي هو الانفاق في الشهور الاخرى. حطوا الرقم القياسي يا اخوان، حطوا الرقم القياسي في علاقتنا بوالدينا، في علاقتنا باخوتنا، في علاقتنا بجيراننا، حتى الناس اللي خطئوا في حقنا. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهر طهر القلب بدون قلوبنا. كاين بعض الناس اللي يطلبوا الله يتوب عليهم هذا الذنوب، كاين الناس اللي كيشوف الناس كلهم مجرمون، ينظر للناس على انهم مجرمون الا انه هو البريء، وينظر للناس نظرات ازدراء واحتقار انا هو اللي مزيان. لا، تنظر على الناس على انهم كلهم من اولياء الله الصالحين الا علاش؟ لأنك تعرف اليوم فوقاش صليت الصبح اليوم، تعرف اليوم كم قرأت من القرآن لكن لم يطلعك الله عز وجل على صحيفتها، أنت ما عرفنيش، وأنتم ما قدمتوني الآن، علاش قدمتوني؟ والله لو أطلعكم الله على ذنوبي لما جلستم تستمعون إلي، ولكن سيدي سبحانه عز وجل المعاصي كيستلها والمعصيات والحسنات ينشرها، لذلك نقدروا بعض المرات. تستقبلوا رمضان بالفرح، تستقبلوا بالتوبة، تستقبلوا بالاستقامة، وتستقبلوا بالخير. اطلبوا الله تعالى كما تعالى. أنا طولت عليكم، الله يشهد وهو شهد، ما كنتش كنفكر باش نقول شي كلمة، ولكن سيدي يوسف الله يجزيه بخير، رباني على هذه الكلمة، الله يجزيكم بخير يا إخوان، مرحبا بكم في بيت الله، وجمعكم الله تعالى في هذه الليالي المباركة، فالله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونباركوا أخوتنا، هذا المشروع اللي كبير وكبير جدا إن شاء الله، للإخوة اللي ساهموا في هذا المشروع راه كيزرعوا الإسلام في هذه البلاد. ولكن الإخلاص، الإخلاص، نعاشوا أنفسنا من حين لآخر. راه ساتيليت كتكون شاد المغرب إلى غير شوية تشد بورنيو لك مع لغة غير شي شوية ديال هكذا. واش فهمتوا القلوب؟ فاش بغيت نقول لكم هذا غير مثال باش تكونوا واضحين. راك شاد الجزيرة والمغرب واقرأ، يخرج شي بريح يدلو هكذا، الله أعلم فين مشيت. عندك قلبك، عندك تخسر مع الله، راه قلبك. واش نقول لك؟ واش نقول لك؟ بارك الله فيك هذه الكلمة التي تقاتل فيها الروح، نسأل الله سبحانه وتعالى المباركة على خير الجلود إن شاء الله تعالى. أخو العلم أرسل المساجد إن شاء الله تعالى، ننتقل إن شاء الله تعالى إلى القاعة المخصصة إن شاء الله تعالى لهذا اللقاء المبارك من أجلي حقيقة أن نخدم بيوت الله عز وجل ورواد المسجد إن شاء الله تعالى. ننتقل إن شاء الله تعالى.